مبدئيا غرفة النوم في بعض الأمور اللي البسيطة جدا اللي ممكن يعني هي الخطيرة جدا بس تحسينها هو بسيط جدا. مثلا أنه أنت أول ما تفوتوا بغرفة النوم ما يكون السرير مواجه غرفة مواجه الباب تبع غرفة النوم مباشرة. شو ممكن نعمل؟ ممكن نزيح شوية تخت بحيث ما يكون مباشرة عند الباب، لأنه تكون تسارع الطاقة عالي يعني ما بيكون جيد. وممكن نحط السرير بجهة تانية. طيب ما بنحطه على نفس الحيط تبع الباب بحيث أنا وقت حدا بده يفوت من الباب ما أكون شايفه، هذا حيعمل لي شوية يعني توتر وما حكون كثير مبسوط. ممكن نحطه بالجهة المقابلة بحيث ما تكون مباشرة اتجاهه بس تكون بجهة أنا شايفه أو زاوية أنا شايف اللي بده يدخل من الباب. النقطة الثانية أنه أنا مثلا وقت بدي نام على التخت ما يكون في مراية عكس صورتي وقت انا وقت النوم. النوم تبعنا حيكون مثلا من ساعات اللي هو بشكل مثلا جيد حسب الامر. طيب شو ممكن نحل الموضوع اذا كان وموجود مثلا مرايه بنغطيها قبل النوم؟ حل كثير بسيط. طيب اذا كان بنبعد نحن على الادوات الكهربائيه موجوده بغرفه النوم، طيب ان كان وموجود مثلا تلفاز موجود كمبيوتر اي شيء قبل ما ننام بنغطيه مثلا باي غطاء او اي شيء بيكون بسيط. او ممكن مثلا نكون مفصلينه مثلا اذا كمبيوتر انا بغرفه النوم تبعي مثلا ممكن نكون مفصل له خزانه خاصه وفي الى باب مثلا بتسكر ساعات وقت بدي نام مثلا خلاص بتسكر بحيث انا وقت بدي نام بكون مرتاح ما يكون في شيء يعني في شيء حركي ممكن يجذبني مثلا. طيب شو ممكن بعض الامور؟ ممكن كمان نزيد شوي اللون البنفسجي، اللون الازرق الغامق بيكون جيد بغرفه النوم.